نعرف أكثر عن ميكانة زراعة وجني محصول القطن مع دكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة. دكتور أحمد صباح الخير. نور يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. عايزين نعرف أكثر إزاي هيتم ميكانة زراعة وجني محصول القطن. طبعا احنا بنتكلم على عملية تحديد، يعني احنا شايفين ان كل المشروعات القومية اللي تمت في الآونة الأخيرة في مجال الزراعة كانت بتتسم بالتحديث الزراعي والتحول من العمليات الزراعية التقليدية إلى عمليات زراعية مميكنة وحديثة تتسم بالسرعة في الأداء وتوفير الوقت، وتوفير مش الوقت بس، توفير الوقت وتوفير النفقات الخاصة بالزراعة. نعم. أهم إحنا كان عندنا مشكلة في القطن، يمكن كان هذه المشكلة بتحد شوية من التوسع في مساحات القطن. إحنا كان فترة من فترات انحصرت المساحات بتاعة زراعة القطن وصلت ل 125 ألف فدان. الحمد لله بعد اهتمام القيادة السياسية احنا النهاردة داخلين على ما يزيد على 350 ألف فدان وزارع بطول. نعم. عشان نشجع ونوصل لمساحات تصل بإذن الله المستهدف نص مليون فدان، فكان لازم يبقى في تحديث سواء لعمليات الزراعة بدءا من زراعة التقاوي، بدءا من نوعية الأصناف زي ما حضرتك أشرت في التقرير الكريم، ان القطن اللي هيتجمع بالالي لابد ان يقام بنظام لاصناف تسمح بجمعها اليا. تمام. جمع القطن ان احنا كان عشان الفدان الواحد يتجمع في القطن بيحتاج حوالي 47 نفر او 47 عامل لجمع فدان واحد. طبعا بتبقى مرهقه سواء كان مستثمر محلي او اجنبي في هذا الجانب، او سواء اهالينا المزارعين او صغار المزارعين. وبالتالي كان هناك اهتمام شديد جدا ازاي يبقى عندي اصناف قطن. نعم. الزرع بشكل يسمح ليها بالجمع الالي عشان اوفر في تكاليف الزراعه. طيب. وتكاليف الحصاد. وعن توفير التكاليف هنا يا دكتور احمد اذا سمحت، اذا تحدثنا عن التوجه الى الزراعه الاليه والحصاد الالي من اجل توفير النفقات، هل بتساهم في المنافسه ان هو يبقى ربما يكون المحصول، واحنا بنتحدث عن محصول القطن، يكون اكثر تنافسيه على المستوى الدولي؟ طبعا طبعا، لان احنا مراعين في الكلام ده ان احنا بنحافظ على خصائص القطن المصري. احنا عارفين ان القطن المصري ده، يعني اللجنه الدوليه الاستشاريه للقطن ده تصريح عالمي يعتبر يصنف رقم واحد على مستوى العالم. القطن المصري طويل التيله اللي بيتميز بنعومه الخيط بتاعه ومتانه الخيط بتاعه والغزل بتاعه، ده ليه ميزه عالميه. عشان كده الدوله قالت له اهتمام شديد جدا في الفتره، احنا شفنا الفترة اللي فاتت فعلا دكتور ازاي الحكومة بتستنبط أصناف جديدة، أو ازاي وزارة الزراعة بتستنبط أصناف جديدة بالتعاون مع معهد بحوث القطن وبالتعاون مع يعني في دلوقتي تناغم ما بين وزارة الزراعة ووزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة، وكان لسه في لقاء مع معالي وزير الزراعة مع الهيئة العربية للتصنيع عشان يبقى في توسع لتجربة الميكنة وتكوين منتج محلي للمكائن اللي هي هتتم. يعني ده هيغير كتير جدا فعلا يا دكتور احمد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد ابو اليزيد استاذ الزراعه.